يعني حضرتك كده يا استاذ محمد، على قد ما انا فهمت بتوضح انه المصري اللي عايش في اوروبا هو اصلا بيخضع لقانون سابق لهذا التعديل بالظبط. احنا اللي هذا هو زيرو القانون جمارك. ادى ميزه لاهلينا واخواتنا المقيمين في الدول العربيه، ادى ميزه اضافيه وعشان هنا فقط المقارنه هنا يعني في غير محلها. في غير محلها خالص. بالظبط. طيب والاجراءات دي هيتم تطبيقها؟ حضرتك كنا كمان بنقول انه في تعديلات هتحصل على الابليكيشن، ايه التعديلات دي؟ التعديلات اللي حصلت على الابلكيشن كانت هي امكانيه الشراء من المناطق الحره، وده شيء ما كانش موجود قبل كده، اضافه فئات جديده وانواع جديده من الكماليات على السيارات اللي مسموح باستيرادها، بحيث ان هي ما تبقاش قاصره على انواع محدده من السيارات عاليه الكماليات، فيستطيع اخويا واهلي من المقيم في الدول المحيطه بينا يستطيع ان هو يجيب العربيه بتاعته اللي هي قد امكانياته، ما تبقاش قاصره على نمط معين وشكل محدد من السيارات او فئات محدده فقط من السيارات، وده هيخدم كل اخواتنا واهالينا اللي موجودين، فيوسع قاعده المستفيدين من تطبيق هذا القانون على اكبر قدر ممكن. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابراهيم، مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك.